يعني انسى ده انف ومزمن، ايه هو الحاجز الانفي اصلا؟ طب الجدار اللي فاصل في النص ده هل هو مستقيم كده 100%؟ في اسباب كتير ممكن تعمل انسداد الانف المزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا مع حضراتكم السلسله اللي بداناها من حلقتين فاتوا اللي هي سلسله انسداد الانف المزمن. النهارده معانا المرض الثالث من الامراض اللي قلنا عليها، اتكلمنا في الحاجز الانفي قبل كده، والنهارده الحلقه الثالثه هنتكلم في الغدانيات او تضخم اللحميه البلعوميه او لحميه البلعوم الانفي. ايه قصه لحميه البلعوم الانفي ديت؟ بيجي لنا الطفل عنده خنفره في مناخيره، رشح كتير، افرازات كتير، بيتنفس من بقه، ساعات يبقى فيه شخير. نبدا ندور نلاقي ان في حاجه اسمها لحميه البلعوم الانفي متضخمه او اللحميه الطفوليه، بيسموها اللحميه الطفوليه عشان هي موجوده في الغالب في الاطفال. ايه اللحميه الطفوليه دي؟ ببساطه هي عباره عن بعض الانسجه الليمفاويه اللي موجوده خلف الانف في التجويف بتاع البلعوم الانفي، اللي هو التجويف اللي ورا الانف من ورا. تجويف البلعوم الانفي دوت فيه بعض الانسجه الليمفاويه، لما بتتضخم بنسميها تضخم لحميه البلعوم الانفي، قريبه جدا في تركيبها من تركيب النسيج بتاع اللوز. بيجي الطفل بقى اللي عنده تضخم في لحميه البلعوم الانفي بالاعراض اللي قلنا عليها ديت، ده كده هيحتاج لعمليه استئصال اللحميه، يا اما هنعملها لوحدها يا اما هنعملها مع اللوز. في طريقتين مشهورين لاستئصال اللحميه. الطريقه العاديه اللي هي الطريقه الجراحيه اللي كان اغلب الجراحين بيشتغل بيها زمان، هي ان هو بيدخل بطريقه معتمده في الاساس على احساس الجراح ان هو يشيل اللحميه ديت. الطريقه الاحدث دلوقتي وهي اللي اغلب الجراحين بيفضلوها وهي متزايده يوم عن يوم، اللي هي طريقه استئصال اللحميه بالمنظار، هي الادق طبعا والاحدث، وهي مش بتعتمد الى حد كبير على الاحساس، بتعتمد الى حد كبير على الرؤيه والرؤيه الدقيقه كمان. بتستأصل بيها اللحميه بالشكل دوت، وبالتالي مضاعفات العمليه تبقى اقل، سواء المضاعفات اثناء او بعد العمليه. يعني ايه انسداد انف ومزمن؟ ايه هو الحاجز الانفي اصلا؟ طب الجدار اللي فاصل في النص ده هل هو مستقيم كده 100%؟ في اسباب كتير ممكن تعمل انسداد الانف المزمن.